ما هي الإجراءات العملية التي يمكن للمسلم فعلها في ظل الأحداث الراهنة حتى يصدق عليه اسم داعية؟ الإجراءات العملية: أولاً أن يدعو نفسه إلى الاستقامة، وأن يحذر من أن تكون علانيته من أن تكون سريرته مخالفة لعلانيته، بل عليه أن يطهر نفسه تطهيرا حتى يزين سريرته للحق كما يزين علانيته للخلق. وعليه مع هذا أن يحرص على أن تكون الدعوة بالحكمة وبالموعظة الحسنة، وأن يحرص على التصدي لكل هجمة على الإسلام بقدر مستطاعه.